وزيرك وزارة مدحتويدة سومالان يو وزيرك مالية دي سومالان ايا شغينا بحين دونان قراشات كاليهين شغالها كشقية تكدى مقالة دا بربراتان يا انتا الو وريغسة مملكة تكدى سي كبنيق الغمق عو دي بي وول ووضا كيمنات كعربت لغالي هاي سيوكوس ورمي وريها يغا مقالة دا بربرا عبد الرشيد سول وزيرك وزارة مدحتويدة ايو وزيرك وزارة مالية دا سومالان ويوهليان وزير كحيانو مملكة قبل خساحل يا مسؤولين تدقم دا بربرا مريا حقود ادكاد بربرا ايو مانتا سيو دا شير اشي ترادوكو قبطي اقل كامرتي دا اي مقالة دا بربرا وحينا كاهل دين حقوق دا شقالها كالدوان اي كحول قلا دكاد بربرا وغورينا وحال كاسي كاهل دين مريا حقود ادكاد بربرا احمد يوسف ديريد دوقا دقم دا بربرا عبد شكور محمود حسن عدين يوكو دم يها قبل كساعد جامع يوسف احمد وحينا كاهل دين مانتو دا حبكا يهنانك حكومة دو اي كويك سنة يسو سيدي لوهل لها دكال عالم يه الله ترتنتك وهرو مري مشروع عاص أو أي كم إذا هيد مشروع دي بي ويل يوم مشاريع كلوا فربضاني حبناها نقولها وسير هذا ما أنت هل كان مريا وحبنه استيرن كوميتي جوها مشروع دي بي ويل أي دكده كم هالجلين يسي ساد رادي دو حمانت هل كانوا يمادين إنه وحيا به قبيضة ها مشروع قبيضة كها مهم كهذا ما يستران وحوجه الرئي شقاله دكده مدد دير وصور شقين أي سومالي لان إن وحي أي حقوق كل هايان قرن كن سومالي لان أي هلان تبعنا أيجو نيتسن أو شقاو ديارة أي سيد ما يسيرن وجو ريجان دي بي ويل أي مشروع هلك كلا شان قادن سيتالو دم يسترو وحمانت هلك لكاني لعكتي حقو ده هيد أو وسارة مالية ده صار شبتي أو أنو أدو قام حد نقينا وسيرك مالية ده سيد وجو صار شقيي لعكتاس أو مانت وجو شرطة بنجيجا بربرة سيد وجو دخسا بدن الله سين تونو حرونتي آد وقف رح سنة هاي ولما دتك دجان كريبر برا كوف رح سيهين هنا صعد كي ملذي وقرن كر لهاي وكوه كمين يي حنا تمرد سومال لنا أحمد محمد حمد سيلايو إن قف قصة أو موادنا أو شغالة وها دكده نحو دي سي سدا وشجع مريه إن ما أنت وطع الله أكون كده ولا دولة سين دانا وحكي لرنتي أنا آد وقف رح سنة هاي حبك الدنباء لوجا فايدة سنة يو فري سونكي لول كو هابون أو كو فيلان أو آن دعو دعاني يدم غشت هون على هاين مال وقف شرعو هاي استولي هاي أو توم بلانك بحيانا هاي لول أمد حبنان وقران كو سوق مسولي دي سي مامل كي سلي هاي أود بحلان وقران كان إيه مامل كدولة دولي هاي مال كسوائي واركان إنا وحقق وحقبض إيه وحترو تهاي بلشدة إن هلا كوها بوني دكان ما أنت وسيرد نسوي قارين مقالة بربرة قبل الساحل وهاي لبا الريموت أو يلا السعودية ها حقسين تشغالها يو إلى يسوي كنترول عن دول كي يفري سونكا ونقولين ما أنت لبا توصف في عارين نقول ده مادين تدوينا هري بربرة نوح كعد سنة يا ما أنت بربرة أما قبل الساحل هو كذا دبي ما أنت مشاريع ده ومدح وينه قط اللعب صدى وقبل كساحل وقط اللعب صدى إن أنا قام فرنا كسور دوين إنه شعب وينه ريبر برا إن قام فرنا كسور دوين يان أي آد يا آد وقام حضنا قيان مدح وينه شمرود السومال لان سيدوك روا حاس القاضي يدنا كهذا الشيء وسيرك وسارة مالية السومال لام سنسن عبد عدن يوسيرك وسارة مدح تويلة محمود حاشي وحنا كم ده هذا اللي دودي ما أنت وحنا إلهي ومحلة وحنا بربرة ونمي إن أنا هقولي هي دي بي ويل كقبيضة ده هاي أنت عن لوريتشين إن أنا دم يستر روحي أنا كقبان كرو وحنو ما أنت مهم كقوي إن أنا مساك أقول لي موحها لعكتي شقالها حقوقي أنت أوش قيني دولت سومالا ما دام يو ريجي يعني دي بي ويل إن حقوقي أنت اللي سيو أنت يبقى نقصوش من أكانت كا وحكلون هو إن يانا كصوت دراي ما دام أينو دي مرحلة سبقلينو إن جيله يسجنا aan u furno sanduuq in nusla garanay madaxtooyada iyo maaliyadu isla garteen in sanduuq loo furo la yiraahdo daryeelka geelax waxa la yiraahdaa sanduuqa daryeelka geelax isaga waxaan ku shubnay 1,300,000 oo u horeeyay baan ku shubnay si marka cidii timaadaana ay u aragto in la daryeelayo in dadkaas runtii dhibaato badan ba haysa shaqo adag ba hayaan qaar badan ba xanuunsada mar walba qaar ba dhibaato ku timaada marka sanduuqana waxa nuuga furnay bangiga Soomaaliland ee Berbera tii kalena waan ku soo shubnay
marka qof kasto maanta shaqaalo oo u shaqeynayay dekedda lacagtiisa uu haysta sanduuqana isaga waa bilow laakiin waxa loogu talagalay in lagu kordhiyo oo ay maanta geelaheenu aanu dayacmin inagoo uga golle in la ballaariyo la weyneeyo si ay u noqoto deked weyn oo casri ah oo la jaan qaada dekedaha mantiqadan kowda bisha saddexaad ayaa xilwareejintu halkan ka dhici doontaa shirkadda dhib la si buuxda ay maamulkeeda ula wareegi doontaa dekedeenna dhammaanna shaqaalihii ka shaqeynayana loogu wareejin doonaa shaqaalaha maanta dhowr iyo labaatanka sannadood ka shaqeynaya dekedda ee kala dambeeyey qofkii ilaa sannad ilaa iyo dhowr iyo labaatan sano dadkii ka shaqeynaya waxaa u waajibtay xuquuq ugu yaraan hal sano ilaa iyo dhowr iyo sagaashankii markii aynu qarannimadeenna la soo noqonnay dadkii cimrigoodu gaadhay ilaahay u qadaray dhammaantoodba waxaa u waajibtay xaq dadkaas muwaadiniinta shaqaalaha ah waxaanu ku hambalyeynaynaa qarankan howlaha ay u soo qabteen siday u soo doojeen sabarkii iyo dhabar adaygii duruufihii adkaa ee mararka qaarkood ay gacmahooda wax ku wada jireen mid ku xamaala iyo mid ku qoraba maanta dee sidii shalay ahayd ma aha way soo roonaatay qalabay haysataa way muxuu ahaa iminkana waxaan rabnaa inuu ka casrayno cabdirashiid suur soomaali cable tv berbera